جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين الأحاديث التي تدل على أن عدم المجاهرة بالمعصية سبب للمغفرة، وبين التي تدل على عكس ذلك أي عدم المغفرة؟ وجزاكم الله خيرا. الذنوب كلها قابلة للمغفرة إلا الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب قابلة للمغفرة ما دامت أنها دون الشرك، سواء كان يجهر بها أو تخفى هي قابلة للمغفرة. لكن الذي يستخفي هذا أقرب إلى التوبة والحياة من الله عز وجل من المجاهر. نعم.